أعود الآن لأتكلم على قضية المنحة المدرسية. المنحة المدرسية التي هي مبلغها 5000 دينار وتهم 3 ملايين تاع تلميذ وتلميذة من الذين هم في حاجة إلى ذلك، وهذه الكلفة تاعها الإجمالية هي 15 مليار دينار أي 1500 مليار سنتيم، هي في مرحلة متقدمة ومتقدمة جدا من التوزيع، وكانت إجراءات إضافية أخذتها السلطات العمومية لا سيما وزارة الداخلية، وكذلك فئات أخرى اتخذت إجراءات، وين وصلنا إلى نسبة متقدمة لتحصيل هذه المنحة، اللي وصلنا حتى باش تصب مباشرة في الحساب البريدي الجاري أو في الحساب تاع الخزينة تاع الأولياء أو الأوصياء.